هذا المؤتمر مقام تحت رعاية المهندس حسين بركات رئيس الاتحاد الدولي لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل. تقف دول الربيع العربي عند مفترق طريق حاسم بعد أن احتفلت في مجملها بالذكرى السنوية الأولى وبعد أن تحقق حلم إسقاط النظام، فإن الطموحات التي كان الشباب الثورة يصبون إلى تحقيقها ما زالت تنتظر حتى الآن التجسيد الفعلي. فثورات في عمقها ومن حيث طبيعتها تمثل انطلاقة لمسلسل جديد ومتعدد الأوجه من أجل إحداث التغيير، ومن منطلق أن الطغيان الذي كان يسود قبل انتصار الثورة لم يكن فقط تجسيد أحادي الجانب وسلوك شخص حاكم، ولكنه أيضا كان بمنزلة نسق شامل يمثل منظومة سياسية متكاملة تهيمن على المشهدين الاجتماعي والسياسي للدولة. وبالتالي فإن استكمال مسار الثورة وترجمة أهدافها على أرض الواقع يتطلب حذر وفطنة وعمل متواصل من طرف القوى الفاعلة والحية داخل المجتمع. والنهاردة بيسعدنا وبيشرفنا أن احنا يكون معنا مجموعة ونخبة كبيرة من رجال الاقتصاد والسياسة والحديث عن التحديات التي تواجه مصر اقتصادياً، وبيسعدنا أن احنا نلتقي مع سيادتهم ونلتقي أيضاً مع آرائهم وكلمات ليهم. واسمحوا لي ان انا اقدم الساده الحضور واللي هيقدموا لنا مجموعه من الكلمات عن الاقتصاد المصري. بيسعدنا النهارده ان احنا يكون معانا الاستاذ الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق واستاذ الاقتصاد بكليه السياسه والاقتصاد جامعه القاهره. بيسعدنا ايضا ان احنا يكون معانا دكتور حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق وكلمة عن رأسمالية الدولة وارتباطها بالتجربة المصرية. هيكون معنا أيضا دكتور محمود أبو الوفا محلل اقتصادي وكلمة حول المشكلة الاقتصادية وسبل حلها. كلمة للأستاذة الدكتورة بسنت فهمي محلل مصرفي واقتصادي ودور البنوك في حل أزمة الاقتصاد. أيضا كلمة للأستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد الأفرو أسيوي للتأمين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين. ويبقى في أيضا كلمة للأستاذ سليمان البحيري خبير التخطيط الاستراتيجي، وكلمة للأستاذ الدكتور هشام العربي في مركز البحوث الزراعية، وكلمة أيضا للأستاذ أحمد إبراهيم الفقيه السفير الليبي. نبدأ بكلمة الأستاذ الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة. هذا الأمر يؤدي إلى أن المتاح من أموال للاستثمار والائتمان تضعف، لأنها تستخدم في شراء ذونات خزانة لتغطية عجز الموازنة العامة. السبب الثاني لضعف السيولة النقدية إلى جانب ضعف وعجز الموازنة العامة هو ما أدت إليه الأوضاع السياسية بعد الثورة من وجود حالة قلق وحالة عدم استقرار وعدم اطمئنان لدى المستثمرين، فبالتالي توقفت الأموال الوافدة إلى مصر لتستثمر، وأيضا الأموال التي كانت مستثمرة خاصة رأس المال الساخن اللي موجود في البورصة وفي وزارة الخزانة خرج ولم يعد حتى الآن. العاملين دول عجز الموازنة العامة وضعف الاستثمار وتوقفه وخروج بعض الاستثمارات القائمة في البورصة وفي وزارة الخزانة على وجه الخصوص أدى إلى وجود ضعف شديد في السيولة النقدية. في نفس الوقت البنك المركزي نتيجة خروج أموال المستثمرين المستثمرة في البورصة والمستثمرة في وزارة الخزانة وعودتها إلى الخارج، أدى ذلك إلى أن البنك المركزي الاحتياطي بتاعه قل، ولما الاحتياطي بتاع البنك المركزي قل يبقى بس يؤثر على مرة أخرى السيولة النقدية الموجودة في الاقتصاد.
فإذا الاقتصاد المصري لا شك أنه بيواجه صعوبات في المرحلة الحالية، وهذه الصعوبات بتزداد من شهر إلى آخر. ولكن هل هذا يرجع إلى الثورة، ثورة 25 يناير، ولا يرجع إلى عوامل لا دخل لثورة 25 يناير بها؟ ده سؤال مهم. احنا متفقين في ضعف حدث في الاقتصاد المصري. هل الثورة هي المسؤولة عن هذا الضعف؟ انا من القائلين بأن ما يحدث من ضعف في الاقتصاد المصري ليس له علاقة وليس سببه ما حدث من ثورة في 25 يناير لسببين وبأسلوب علمي وموضوعي. يعني لأن أولاً أن بوادر الضعف لسببين، أن بوادر الضعف في الاقتصاد المصري كانت قائمة قبل قيام الثورة، يعني منذ أزمة أو الأزمة المالية العالمية 2008، وبوادر الضعف في الاقتصاد المصري كانت بادئة وواضحة للجميع، سواء فيما يتعلق بمعدل النمو الذي انخفض، سواء فيما يتعلق بعدالة التوزيع، سواء فيما يتعلق بمعدلات البطالة زادت، سواء فيما يتعلق بمعدلات التضخم، سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة. يعني قبل قيام الثورة كان واضح لكل متابع لأحوال الاقتصاد المصري أن الاقتصاد بيتجه نحو المزيد من الضعف. هو هدف المؤتمر ان احنا طبعا الاقتصاد، تعرف الاقتصاد المصري حاليا دلوقتي بيمر بأزمات، وخبرك كان فكر بنس حسين ازاي يجمع رجال اعمال المصريين بره، وازاي يعني يبدا مع الامم المتحده والاتحاد الاوروبي، تعالوا مصر استثمروا فلوسكم، تعالوا ما تخافوش مصر امان. وده اهداف المؤتمر بتاعنا، والثورات واثرها الاقتصادي على مصر وعلى ليبيا وعلى اليمن. الثورات تقصد الدول المجاورة اللي قامت فيها ثورات؟ زي ليبيا طبعا، وزي اليمن، وزي مصر، والكلام ده كله. فاحنا طبعا بالتالي ان احنا عايزين ندعم الاقتصاد المصري، خاصة ان مصر هي قلب العروبة، ان هي مصر سرة الوطن العربي. طول ما مصر قوية كل الدول دي هتبقى قوية ان شاء الله. تم الاتفاق او في بروتوكولات بينكم وبين بعض الدول المجاورة خاصة دول الخليج؟ هو طبعا في سفراء تحضر هناك، زي سفير سوريا، سفير ليبيا، سفير اليمن، طبعا علاوة على السفراء الأوروبيين. ففي تنسيق ما بيننا وما بينهم. يعني احنا نقدر نقول الجدول اللي انتوا عاملينه، امتى مصر ستخرج من خط الفقر او الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها؟ بص، هو هدفنا وهدف المهندس حسين بركات ان يلا نشتغل، يلا نزرع، يلا ننتج، يلا نصنع. خلاص الثورة خلصت، يلا بقى احنا هنشوف الشباب احنا عايزين ايه، عايزين نشتغل. فهو بالتالي هو عايز يشجع الشباب يشتغلوا، يلا نعمل مشاريع، يلا ده هدفنا وده هدف المهندس حسين بركات. كثيرا المؤتمرات ولقاءات وندوات ولجان، هل في على ارض الواقع هنلاقي حاجه جديده؟ طبعا هتسمع النهارده في المؤتمر هتلاقي حاجه جديده جدا، ومش عايز اقولها لك لان مش عايزين نحرق المؤتمر. فحضرتك هتسمع النهارده حاجات جديده باذن الله تعالى. وهدفنا برضو، وهقول تاني، بنأكد على الشباب، المهندس حسين بركات بيقول لكم يلا نزرع، مصر محتاجه نزرع. يعني اذا انتوا حاطين خريطه ويعني خطط معينه لكيفيه زراعه مصر، مع العلم ان في ازمه ميه. بص، ما فيش ازمه ميه ولا حاجه، لا خالص، لا مصر ما شاء الله مليانه خير ومليانه ميه، بس احنا محتاجين الشباب. قال لنا كده المسؤول بيقول لك ما فيش ميه، احنا محتاجين الشباب، الشباب يطلع يزرع، احنا محتاجين الشباب يطلع ينتج، مش محتاجين دلوقتي حاليا وقفات احتجاجية، مش محتاجين مظاهرات، مش محتاجين اي حاجة. خالد بدران، يعني العمل مسؤول الاتصال السياسي بالمؤتمر الاقتصادي الدولي المعقد في النقابة هنا. كيف يتم اقتصاد وكيف يتم يعني مجيء مستثمرين في ظل الحالة الأمنية اللي احنا فيها؟ هو ده السؤال المزبوط، لانه يعني بدون امن وأمان داخل أي بلد، بغض النظر عن مصر، أي بلد، لابد وأن يكون هناك أمن قوي
يعني مثلا لما تيجي يعني كلمنا عن السياحة، أما نسمع مثلا أنه فيه سياح مثلا بيتخطفوا مثلا في سيناء أو في الأماكن ديت، فين السياح؟ ما فيش حد هيفكر أنه يجي، ما فيش استثمارات. مطلوب إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا فورا، بدون قرارات، بدون تصريحات. التصريحات اللي نسمع بها دي هي الكلام اللي بيتقال، يقول لك أصل مش عارف، أصل وزارة الداخلية مش عارفة ترجع تاني. عايزين نسأل، دي كلها حجج واهية تماما، حجج واهية ملهاش يعني. مطلوب أيضا من رئاسة الوزراء أنها تعجل بالمحاكمات، تطالب الناس كلها، الناس كلها بتطالب بتعجيل السرعة في المحاكمات، عشان ده ممكن ممكن يحقق الأمان شوية. أنتم كمنظمين المؤتمر، أنتم قدمتوا خريطة كيفية تطهير الشرطة، كيفية عمل الأمن يعود إلى سابق يعني أفضل مما كان؟ والله احنا دعينا وزارة الداخلية أنها تقول، يعني احنا وزارة الداخلية فيه من يعني دعيناها أن حد يجي يقول يا جماعة احنا هيكفين الهيكلة اللي عملتوها، احنا عايزين حد يجي صارح الناس يقول الحقيقة. بتقول هيكلة لا، الناس بتقولك لا، حبيب العدل ما زال موجود، في لواءات موجودين في الداخلية برضك بيساعد حبيب العدل، في ناس في الداخلية هم السبب في الانفلات الامن موجودين لحد دلوقتي. انت ما تجيش مثلا ينزل مديرة أمن القاهرة، مديرة أمن الجيزة، اسكندرية، غير المحافظات، يروح واخد لكاميرا التلفزيون وينزل يعمل له حملة مرور في الشارع ويقول فيها أمان والوزارة شغالة. لا لا، أنا ما تخدش كاميرا التلفزيون، أنا عايز الناس هي اللي تتكلم وتقول حاسين بالأمان، مش ما تخدش كاميرا التلفزيون وتنزل لي بيها وتاكل دماغ الليل كله في القنوات الإخبارية بأنه مش عارف مسألة. لا، ده كله كلام فاضي. وجهتم دعوة لحد من الداخلية؟ وجهنا دعوة للوزير نفسه، وكلمنا حد من هناك اعتذر، وقلنا له طب شوفوا لنا بديل، لأن احنا محتاجين متحدث مش ضيف، احنا عايزين واحد متحدث يكلمنا يكلمنا عن الحلول، لانه كده ما فيش، بدون امن ما فيش اقتصاد، بدون امن ما فيش اقتصاد، وده كله يعني لا سياحة ولا استثمارات ولا هيجي يعملوا ايه، هيجي يعملوا راح يجي يتخطف السياح ولا يجي يعملوا ايه. لا، حقق للامان في الشارع كله، حقق للامان في الشارع، في الحارة، في الشارع الكبير، في كل حتة. في احنا شايفين ناس بتتخطف، والبنات بتتخطف، اطفال بتتخطف، عربيات بتتسرق، فين الامن؟ فين الوزاره بتعمل ايه؟ الوزاره بتعمل ايه؟ ده السؤال اللي انا بوجهه لوزير الداخليه شخصيا. بيتكلم عن كيفيه اخراج مصر من ازمتها الاقتصاديه بعد ثوره يناير المجيده، وبيرعى المؤتمر المهندس حسين بركات. والمهندس حسين بركات هو أحد أبناء مصر المخلصين اللي تسافر للخارج وتغير، ككثير من شباب مصر اللي اتغربوا في الفترة اللي كان الحكم السابق لعدم وجود عمل، وكان في بطالة كبيرة. وعلى الرغم من أن الباشمهندس حسين كان عامل مشروع عظيم جدا جدا وتقدم لي للحكومات السابقة، إلا أنهم رفضوا ومنعوا من العودة لمصر تاني علشان ما ينفذ هذا المشروع. الراجل اشتغل برا، ومهندس إنشاءات اشتغل برا وكون نفسه، رأس منظمة الاتحاد الدولي لتنمية المجتمع ومواجهة الفقر والبطالة. ابتدى لما جات له الفرصة ان هو يخدم بلده، رجع يفكر في البلد ولم اقتصاديين الدول الأوروبية وقال عايزين نعمل حاجة لمصر، لأن الفترة الأخيرة أن بعض الثورات، يعني طبعا كان في موالين النظام السابق رفض أن هم يمدوا يديهم مساعدة بمصر لمصر. هو ابتدى يحشد هذا الكم الهائل من رجال الأعمال والاقتصاديين، وابتدى يقول يلا يا جدعان عايزين نساعد بلدنا. وهو دلوقتي في سبيل ان هو ينفذ مشروعات على ارض الواقع فعلا. ايه هي بقى المشروعات؟ مشروعات كتير صناعيه، منها مثل انشاء مصانع، يعني مصانع معدات تقيله، مصانع تدوير المخلفات اللي هي بتطلع من مصر ديت برخص التراب، عايز يعمل اكتفاء ذاتي من هذه الصناعات، صناعات بلاستيك، مشاريع لأسر الضحايا، ان هو منزل لهم بصات ان هم يستفيدوا منها، ان هم ياخدوا يشغل كمية كبيرة من العاطلين، وفي نفس الوقت ان هو ياخدوا اجر هذه البصات اللي هم الشهداء والمصابي الثورة. وبفتح فصول لمحو الأمية، ودي اشتغلت بالفعل السنة اللي فاتت،
بدأت في مدينة حلوان والشرقية وطنطا، معها أمية حوالي مش أقل من 30,000 مواطن مصري، وعمل مشاغل وشغال دلوقتي في حملة المليار نخلة، عايز يخلي مصر كلها إن كل واحد يتكفل بزراعة 3 شتلات بس، بالتالي نستفيد بتشجير مصر في خلال فترة قصيرة. أول مشروع هيرى النور إيه هو؟ أول مشروع هيرى النور الباصات اللي هتنزل، واللي هتنزل خلال آخر الشهر ده أو يوم 20 من شهر مارس، هتنزل مش هتختص بمنطقة معينة، هي بأسماء مصاب الثورة وشهداء، حوالي 70 باص، هيبدأ في 25 مارس إن شاء الله، هيتم تنفيذه على أرض الواقع. شكل بس هو 26 راكب، اللي هو هيبقى ياخد ستايل علم مصر، في من الأحمر والأسمر والأبيض، هيتبع جهة أكيد هنعمل له جمعية و يبقى تابع لمحافظات مصر كلها إن شاء الله، تجربة تتعمم كلها. طبعا احنا بقول ان احنا هنقضي على بعض من العاطلين، فاحنا نفتح باب التقدم ان هم يجي يشتغلوا، وبذلك ان احنا نساهم في الحد من البطالة. محمد رزق، مسؤول الاتصال السياسي بالقوى الثورية. محمد جينا نبذة عن المؤتمر. والحقيقة المؤتمر مشكل لقسمين، شق اقتصادي وشق سياسي. الشق الاقتصادي بيتكلم كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر ووضع حلول ليها جديرة باللي هي بالتنفيذ على أرض الواقع. الشق الثاني هو شق سياسي لدعم الثورات العربية. النهاردة جاي وفود من الدول العربية المتمثلة في الثورات مثل ليبيا، تونس، سوريا، اليمن، هم جايين النهاردة وهيطرحوا برضو ازاي نساعدهم في ثوراتهم حتى تصل لبر النجاح طبعا وبر الامان. الشق الاقتصادي هو اهم شق بالنسبة لنا، عشان احنا بعد ما قمنا بثورة 25 يناير، دلوقتي 3/4 المستثمرين العرب والمصريين ابتدوا يسحبوا استثماراتهم من مصر نتيجة لانفلات الامن الموجود في الشارع المصري. محمد، ازاي هيتم اقتصاد وازاي الناس هتيجي في حالة الانفلات الامن زي ما انت قلت؟ احنا كفريق عمل عاملين مبادرة. ايه المبادرة؟ دلوقتي احنا بنطالب وزارة الداخلية، احنا طبعا بعتنا لها دعوة وهم اعتذروا، بس ضغطنا عليهم قالوا هيبعتوا ممثل عنهم. احنا هنطرح مبادرة اليوم، هي مبادرة اللجان الشعبية. انا عندي ملايين من العاطلين من الشباب المصري، وهؤلاء الملايين هم اللي حموا البيوت المصرية وحموا المنشآت العامة. انا الناس دي شغالة مقابل اجر مادة بسيط لمساعدة رجال الشرطة في حماية المنشآت العامة في عودة الامن مرة اخرى. دلوقتي احنا بقالنا 2 شهر بالظبط بنعاني من انفلات الامن بشكل واضح. دلوقتي حالة البلطجة بدأت تظهر في الشارع المصري، دلوقتي السرقة بدأت تظهر في عز الظهر، في حاجات كتير، مشاكل امنية كتير قوي في البلد. انت ايه المعطل اللجان الشعبية؟ مش لازم ان الامن يوافق عليها طالما فيها حاجة مصلحة للبلد؟ انا حضرتك، انا يعني عشان ما نكذبش على نفسنا، اللجان الشعبية دي الشباب هو عاطل ملوش، ما عندوش شغل. احنا دلوقتي في اوروبا في الدول الاخرى الشباب حتى طلبة المدارس في وقت الاجازه الصيفيه بيبتدوا يعملوا شغل بمقابل مادي من الدوله بتديهم لهم، اللي هو مقابل النظافه، التجميل، مقابل ان هم يقفوا في المرور. ده موجود بالفعل. احنا عاوزين حاجه الدوله تساهم بجزء من دخل هؤلاء الشباب وهم يبتدوا يشتغلوا معاهم. في حاله عدم موافقه الشرطه او الدوله، هنحاول طبعا نناشد رجال اعمال لوضع ميزانيه للجان الشعبيه. اللجان الشعبية ليها دور مهم جدا، لنتيجة لتقاعس الأمن الواضح اللي موجود في الشارع المصري. دلوقتي أي حادثة بتحصل بتتصل بالشرطة أو بالداخلية بيقولك أنا أعمل إيه. أنتوا نظمتوا اللجان بأسماء بفرق معينة، بتدريبات، بتوعية؟ على مستوى المحافظات احنا كوننا من اللجان الشعبية بما يكفي لحماية المنشآت العامة وحماية المواطن المصري، بس موضوع التدريبات دي حاجة صعبة عشان أنا ما اتقالش عليها بكرة الصبح اللي أنا ميليشيات أو كذا أو كذا أو كذا. احنا دلوقتي إن شاء الله بإذن الله بعد هيكل، أنا بقول تدريبات كيفية التعامل مع الجمهور وكيفية المحافظة التدريبات دي هيبقى ليها دور حضرتك عند الرجال الداخلية لسببين. أنا ما عنديش الإمكانيات اللي أنا أدرب هؤلاء الشباب. ممكن حياتك الداخلية تفتح الأكاديميات بتاعتها أو النوادي الداخلية أو النوادي العامة لتدريب هؤلاء الشباب لكيفية التعامل مع البلطجي. أنا مش بقوله يشيل سلاح، أنا مش عاوز يشيل سلاح، هو هينزل بمجرد نزوله مع رجال الأمن هو هيقدر يحمي ويرجع عودة الأمن مرة أخرى للشارع المصري. ليه ما رحتوش للجنة من لجان الشعب اللي هي بتوع مجلس الشعب أو وزارة الداخلية تقدموا لهم هذا المشروع؟ احنا طرحنا من المبادرات بما يكفي
ولم بقول مش طرح مبادره يعني فريق عمل يروح ويقعد مع وزاره الداخليه او حد من مجلس الشعب يوصل صفحة. لم يستجب اي احد. احنا انا قبل كده كنت مسجل على قناه فضائيه وطرحنا مبادره اللجان الشعبيه ولم يسال فينا احد. احنا حتى دعونا يعني احنا دعونا الوزارات التي يعني حتى تاتي لتدعيم الاقتصاد المصري او تضع خططها لتدعيم الاقتصاد المصري واحنا مجموعه من الشباب الثوري. يوجد الان مجلس الشعب، هل في تواصل مع لجان مجلس الشعب او الناس المعنيين بالقانون لجنه الامن القومي؟ احنا انا ابتديت اتصل بالاستاذ محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس وطرحت عليه الموضوع وقال لي هنضعه تحت الدراسه. قلت له بس يا ريت يعني انا استعجلته في الموضوع ده لسببين، ان احنا بنعاني من انفلات امني موجود في الشارع المصري بشكل يعني بشكل مباشر للفوضى الامنيه او فوضى الخلاقه يعني. فاحنا طرحنا عليه الموضوع واحنا منتظرين الرد خلال 24 ساعه. معنا اليوم الاستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصريين للتامين، وجاي النهارده في المؤتمر هيقول لنا يعني اهم ما جدول اعمال المؤتمر. والله هو يعني جدول اهم جدول اعمال المؤتمر هو التحديات التي تواجه اقتصاد مصر في المرحله الحاليه وايضا كيفيه مواجهتها مستقبليا. طبعا كلنا عارفين ان يعني انعكاسات ثوره 25 يناير العظيمه كان لها بعض التداعيات السلبيه على اقتصاد مصر. انخفاض طبعا معدل النمو في اقتصاد مصر، انخفض انخفاض كبير جدا، ايضا انحسار الاحتياط النقدي الاجنبي من 36 مليار هبط الى 15 مليار، استثمارات هربت من مصر الى الخارج. يعني كل دي الحقيقه تحديات. الانفلات الامني والبلطجه التي نراها وقطع الطرق طبعا دي بتاثر على الانتاج. كل ده الحقيقه كان لنا انعكاساته السلبيه. اللي احنا النهارده في رايي هو التحدي الحقيقي هو الاستقرار السياسي، والحمد لله تحقق جزء منه عن طريق انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، ونامل عندما تنتهي انتخابات الرئاسه ان يبتدي الاستقرار السياسي يتحقق ثم الاستقرار الامني. الحقيقه هو ده يعني الملاذ، استقرار سياسي امني هتبتدي الاستثمارات تيجي مصر، هتبتدي عجله الانتاج تدور وتعود الى يعني حالتها طبيعيه، وده يمكن يكون المفتاح ان احنا النهارده ننقذ اقتصاد مصر. انا اعتقد اقتصاد مصر في حاله تردي وفي حاله يعني هزه كبيره، لكن الامل فيه ويعني المؤشرات تقول ان هو في سبيله ان شاء الله الى التعافي لو تحقق الاستقرار السياسي والامن. هل جلستم مع احد من المسؤولين عن الامن؟ والله هو يعني انا لم اجلس شخصيا، ولكن اللي انا شايفه ان الامن بيحاول الحياه، وفي مؤشرات كويسه مع وزير الداخليه الجديد. اعتقد ان احنا بنشوف تحركات الامن كويسه، ضبط الكثير من الخارجين على القانون، وقف البعض البلطجه في بعض الاماكن، فدي كلها ظواهر ايجابيه. بس المفروض ان احنا نعطي الفرصة لوزارة الداخلية ورجال الأمن لكي يقوموا بدورهم وتعود الثقة مرة تانية للأمن المصري لكي يحقق رسالته اللي احنا كلنا طبعا نهدف إليها، وهو الشعور بالأمن والأمان. وده على فكرة لن تأتي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر لو لم يعود الأمن مرة أخرى. متى الشعب المصري يرى نور أو يرى يعني خطوات ملموسة في هذا المؤتمر؟ والله والله احنا يعني هنتابع النهارده يعني التحديات تتناقش، واعتقد التوصيات المهم ان احنا نعمل على تفعيلها باقصى سرعه ان شاء الله. انا بسنت احمد فهمي، انا خبيره مصرفيه واقتصاديه، انا بعمل في القطاع المصرفي العالمي والمحلي بقالي اكثر من 30 سنه، كلها بنوك مشاركات امريكيه وادارات امريكيه ومتعدده الجنسيات، وخبرتي كلها الحقيقه في 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 تمويل الشركات بكافه احجامها، سواء كانت شركات كبيره صغيره متوسطه، يعني في مساهمه في تنميه الاستثمار في الدوله بشكل عام. يعني شايف الاقتصاد المصري رايح لفين؟ لا، الاقتصاد المصري اقتصاد كبير ومتنوع وقوي، وثرواتنا ضخمة جدا. أنا دايما بقول اقتصاد مصر اقتصاد قارة، يعني في كل حاجة، في بحار وفي تاريخ وفي زراعة وفي صناعة وفي أنهار وفي شعب قوي، يعني عندك مصادر خيالية لإمكانية الاستثمار. بس احنا طول عمرنا بندار بطريقة مش موفقة، فأنا متفائلة جدا بالمرحلة الجاية إن شاء الله، وشايفة أن المصريين كلهم جوه وبره
حصل عندهم حماس انهم يبتدوا يساهموا في تطوير البلد، وهو ده اللي هيقومنا. ما حدش هيقومنا حضرتك، لازم احنا اللي نبني نفسنا بنفسنا. الشعب المصري لم يرى يعني بقاله سنة او قبل الثورة برضو كان بيعاني من الفقر، ايه هي الحلول السريعة لحل هذه الازمة؟ الحلول السريعة ان احنا نهتم بسرعة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دي هتحسس الناس بالأمل أولا، وبعدين يبقى على التوازي في مشروعات ضخمة تشغل أيدي عاملة كبيرة زي المقاولات زي البنية التحتية زي الزراعة. لكن أهم حاجة إنك تبتدي تشيل أسباب الثورة اللي هي الناس مش لاقية شغل ومش لاقية أكل ومش عارفة تعيش، تديها القروض متناهية الصغر والصغيرة. وتلاقي هتبص تلاقي حضرتك النهاردة، أنا كنت في زيارة من أكتر الزيارات موفقة الصبح في الزقازيق، كنت بزور جمعية من الجمعيات المعمولة هناك، مؤسسة الحقيقة إن هي بتدي القروض دي. لا تتخيل حضرتك أهمية هذا النوع من الإقراض، من أول البياعة اللي قاعدة على الرصيف اللي فات برضو بتربي لغاية رجال الأعمال واللي خلقوا رجال أعمال. يعني الحقيقة أهم حاجة في الفترة دي إن إحنا نخلق فرص عمل، سواء كان بالقروض أو بالمشروعات الضخمة، البنية التحتية اللي بتاخد أيدي عاملة كبيرة، والزراعة دي مهمة أوي في الفترة دي. أنا سفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، وكنت سفير مصر في أسبانيا وباكستان. سعادة السفير، احنا بنتكلم عن الاقتصاد. أيوة. الأمن أو الاقتصاد الأول؟ هو الاثنين متلازمين، يعني ما نقدرش نفصل من الاثنين، خصوصا في الظروف اللي بتمر بيها مصر حاليا. مفتاح الموقف الحالي هو التغلب على الانفلات الأمني وعودة الأمن. الأمن أساسا شعور بالأمن، يعني المواطن المصري والأجانب يبقى عندهم اطمئنان إن مصر دولة آمنة ودولة مستقرة. كما تعلم حضرتك الأمن قائم أساسا على نظرية الردع، فيجب أن تستعيد وزارة الداخلية المصرية قدرتها على الردع. طبعا أمام وزارة الداخلية مهام ثقيلة، ويجب أن نعمل كلنا، نعمل سويا على استعادة الثقة بين جهاز الشرطة وبين المواطنين. جهاز الشرطة جهاز وطني مليء بالكوادر الوطنية، الكوادر التي تريد أن تعمل في إطار القانون، وعلينا البناء على هذا. لكن يجب أيضا أن المواطن المصري يثق في جهاز الشرطة، ويجب على وسائل الإعلام أن هي تساهم في استعادة هذه الثقة المفقودة بين جهاز الشرطة وبين جموع الشعب المصري. فده حاجة، ده حضرتك شرط ضروري قبل الحديث عن أي استثمارات أجنبية أو أي نهضة اقتصادية. ده حاجة أساسية جدا، وإن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة وزارة الداخلية تستعيد دورها، طبعا في إطار القانون، تمارس دورها في إطار احترام القانون. بعد ما المؤتمر هينتهي، إيه أبرز ما سوف يعني يقوم به العاملون على هذا المؤتمر؟ هو طبعا المفروض أن القائمين منظمين هذا المؤتمر هيبلوروا توصيات. أنا طبعا ما أعرفش الأخوة الزميلات والزملاء اللي هيتحدثوا هتكون إيه توصياتهم، لكن عني أنا شخصيا، أنا من أشد المؤمنين والداعين إلى تطبيق نظام رأسمالية الدولة في مصر في السنوات القادمة، قياسا على تجارب تاريخية مصرية، وقياسا على تجارب ناجحة في الصين وروسيا والبرازيل حاليا. سمعت حضرتك بتقول الخطة الخمسية. أنا طبعا أنا من أشد المؤمنين بوضع خطط خمسية وخطط عشرية، وفي إطارها يعمل القطاع الخاص ويكون للدولة دورا كبيرا فيها، لأنه في مصر، ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية والبطالة الشديدة، يعني في هذا الإطار بيقدر عدد العاطلين العمل ب3.5 مليون شاب وشابة. في مثل هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد، تطبيق اقتصاد حر صرف، يعني علاوة على أن نظرية الاقتصاد الحر بدأت يعني تتعرض إلى الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. من وجهة نظر حضرتك، متى سيرى الشعب المصري خطوات ملموسة في تحسن الاقتصاد؟
إن شاء الله بعد ما نستكمل البناء الدستوري والبناء الديمقراطي ويتم اختيار رئيس جمهورية، أنا أعتقد إنه مصر إن شاء الله مصر تضع قدميها على الطريق الصحيح، بشرط إن احنا نعمل في إطار شعار الاتحاد والنظام والعمل.